يجي الى بيته ويتخذ سياسة الحلم في بيته حليم زوجته تعترض عليه فيقابلها بصدر راح يديرها ادارة جيدة لا ينتقدها في شيء ولكن ليش لماذا لأن يفكر أنه أنا رجل عندي شخصية اجتماعية إذا أتخاشن في البيت هاي زوجتي تروح تفضحني في الملأ أنا ما أتهنى بهذه الحياة العلماء يقولون اجعل من الليمونة الحامضة شرابا حلوا هاي الليمون الحامضة اللي ما تتمكنون تتجرعوها شوية أضيفوا إلها ماء وسكر تتحول إلى شراب طيب فهذا يريد يعيش حياة هانئة يقولون ما عنده خلق الطلايب الشكل يقولون يريد يعيش حياة هانئة جيد هذا الباعث الى باعث عقلي هذا النوع الثاني ولكن هذا اللي يتعامل بهذا المنطق في عائلته هل له حق على الله تعالى انت ماذا كنت تريد كنت تريد حياة هانئة حصلت الحياة الهانئة من عمل لي ولغيري وكلته لغيري حصلت الحياة الهانئة ما هو حقه على الله تعالى بأي مناسبة يطلب من الله تعالى الأجر والجن ما إله النوع الثالث أن يكون الباعث متمح في الباعث الإلهي والداعي الإلهي يعني يداري زوجته لأن الله أمر بذلك لهذه الجهة هذا هو النوع الثالث احنا في كثير من الاحيان اذا لم يختلط الباعث الشهوي بالباعث الالهي ولكن يختلط الباعث العقلي بالباعث الالهي وهذه قضيه دقيقه احنا يجب ان نفكر لماذا نعمل هذه الاعمى عندما اصل الرحم لماذا لان الله امر بذلك او حتى ليحجون علي يقولون فلان قاطع للرحم الاشكال واحده المظاهر واحده ولكن في يوم القيامه تنكشف الحجب بهذا المعنى الثاني يوم تبلى السرائر البواطن تظهر بهذا المعنى فما له من قوه ولا ناصر